هذا السؤال ديال الكورة. أنا كاتب ليا مسعيد، كاتب ليا بأن الجواب الصحيح هو أ. مسعيد خذ الميكروفون. أنا اش كتبتي لي أ؟ تفضل مسعيد بالزربة ولدي. مسعيد لا ما قلت لكش اش طوحت اكتبتيها. اون توكا ماشي أ ماشي بي ماشي سي، دونك الجواب الأخير. السؤال الثاني لا دوزيام كيستيون، عرف النشاط الإشعاعي من طراز بيتا موان. هذا واحد السؤال تيصيفط واحد الرسالة، شنو هي؟ خاصك تكونوا ضابطين الأسئلة ديال الكور. ممكن يعطيك غدا يقول لك عطينا ديفينيسيون. لا ديفينيسيون شنو هي؟ هي سيت اون ترانسميتاسيون او كور دي لاكول، سيت اون ترانسفورماسيون نوكليير او كور دو لاكول ان نويو بير سو ترانسفورم اون نويو فيس افيك ليميسيون ديال ان الكترون. بالعربية هو تحول نووي خلاله تتحول نويضة أصلية إكس إلى نويضة متولدة مع انبعاث بيتا موان. هذا الكل ماشي مشكل. ثلاثة قال لي سيدي ينتج عن تفتت الكوبالت واحد النويضة إكس أزد. عندنا النويو ديال الكوبالت، الكوبالت عطاونا في لدوني 2760 ولكن غادي يعطينا في الأخر واحد النويو المتولد هو ماذا؟ هو إكس أزد. ينتج عن تفتت الكوبالت النويضة إكس أزد اعتمادا على طاقة الكتلة، أحسب بالوحدة ميف الطاقة المحررة عن تفتت النويضة الكوبالت 60 ماذا؟ 60 27. غير هذا التفاعل بعد أولا هنا يشكون التفاعل هذا هو تفاعل بيتا موان. أه؟ لأن إلى قريتو لي دوني راه قال لك النشاط ماذا؟ النشاط بيتا موان. شكون هي لا بارتيكول اللي غادي نزيد؟ غادي نزيد أو كوا أو موان زان زيرو. قال لي خرج لي لينيرجي دلتا او. لينيرجي دلتا او كلكم تتعرفوا بان لينيرجي ديال التفاعل شكون هو؟ هو لا فالور ابسولو ديال دلتا ام فوا كوا فوا سي كاري. شكون هي دلتا ام؟ هو ديفو دو ماس ديال لا رياكسيون. تتعرفوا بان ديفو دو ماس باش نخرجوه تنديروا لا صوم دي ماس. واش كتبوا لي في الشط واش تنديروا لي رياكتيف موان لي برودوي ولا لي برودوي موان لي رياكتيف؟ كتبوا لي عفاكم في الشطر راني متبع هنا اش تكتبوا لي. واش رياكتيف موان لي برودوي؟ محمود اتبيل استاذ سؤال. تفضل محمود. تفضل محمود. وعليكم سمحوا لي على الضجيج راه المايك قديم. سير تفضل ماشي مشكل. سير الله. السؤال الاول استاذ راه ماشي الدليل صحيح راسي. غادي ما كاين حتى مشكل، خذ الكلمه اشرحها وليدي. قال لك في السؤال الاول بوغ لي نوايو لوغ اي سولون لا كوب داستون بلو ان نوايو اي لوغ موا الي ستابل، ماشي بلو الي ستابل. ودي راه غلط حيت ديفو دو ماس سيكسيون او ماشي بالميف. وي اذا شكون اللي صحيحه؟ صافي راه سي صافي هي اللي قلنا حتى حنايا. جوست سي اللي قلنا حتى حنا الاو بي ودي خطا دونك سي كلام صحيح. هنا قلنا غادي نديرو لي برودوي، غنديرو لي برودوي موان لا صوم دي ماس ديال المادة لي رياكتيف. شكون لي برودوي؟ اكس. واش كاينه في التمرين لا ماس ديال اكس؟ شوفوا لي التمرين واش عندكم لا ماس ديال اكس الدراري. شوفوا لي التمرين واش عندكم لا ماس ديال اكس. نسيبة استاذ السؤال. نسيبة تفضلي. تفضلي نسيبة. استاذ في السؤال الاول لا في السؤال الثاني ديال عرف النشاط الاشعاعي من طراز بيتا موان، واش ما كيطلبوش منا الميكانيزم؟ قالوا الميكانيزم هنا في التمرين ما قالوش. شوفي واش مكتوب الميكانيزم بنيتي ما تجاوبنيش. الميكانيزم ما كاينش. الميكانيزم ما مكتوبش يعني ما تطلبوش بنيتي. لا تطلبوا التعريف فقط. الدراري شوفوا لي التمرين واش كاين نواه اكس لا فالور ديال الكتله ديالها. شوفوا لي واش كاينه اكس؟ ما كايناش اكس. دابا كاين واحد القضيه، نتوما دابا خدمتوا التمرين ولكن تيبان ليا بان ما ردينش البال. هذه ما تعطيني حتى شي حاجه لان في لي دوني ما عندناش لي ماس ولكن عطاونا لي زينيرجي. غنستعملوا لا غولاسيون الاخرى، ما غنديروش هذه. غادي نديرو بان دلتا او هي مجموع ديال ماذا؟ لي زينيرجي ديال ليزون ديال من تنبداو بلي رياكتيف هما الاولين
وضيرهم عطاوها اون فالور ابسولي ماشي مشكله. غتعطينا انا قسم مجموع لينيرزيزون ديال الماده ديال لي برودوي، شكون هما لي رياكتيف؟ هو الكوبالت. خاصني ندير لينيرجي دو ليزون ديال الماده ديال الكوبالت، شكون هما لي برودوي؟ غادي ندير لينيرجي دو ليزون ديال البرودوي اكس. عندك شي واحد؟ ايوب استاذ تفضل. ايوب تفضل. ايوب تفضل. محمود اتبي الباقي هز يديه نسيبه. ايوب مساعد ديال السي او ما فهمت. هو مساعد خص تهضر اولدي، لان الكتابه ما تيبان ليا والو، خص تهضر. اون توكا لينيرجي ديال ليزون ديال الكوبالت كيف التمرين؟ طلع لفوق. نعم نعم استاذ تفضل. ما عندناش لينيرجي ديال ليزون ديال السي او. ما كاينش لينيرجي ديال ليزون ديال السي او. تري بيان برافو عليك. غنجبدو من ال كتساوي دلتا ام سي كاري. سي تري بيان برافو. سي تري بيان مزيان الدراري يحاولوا الله يرضي عليكم. دابا حنا بالنسبه للحصه غنحسبوها الحصه جيتو تستافدو خص يكون فيها النقاش. انا ما تنبغيش نعطي لي ريبونس كاملين لان ما عندها حتى شي معنى. لينيرجي دو ليزون ديال اكس انا تنشوفها كاينه في لي دوني، راه مجبدات مني، ولكن للاسف هذه ما عنديش. راه التمرين مخدوم، اش خصك دير؟ خاصك انت تمشي تقلب عليها راسك اشنو هي لينيرجي دو ليزون ديال اكس. ها لينيرجي دو ليزون ديال الكوبالت، سمحوا لي لينيرجي دو ليزون ديال الكوبالت كلشي تعرفها هي دلتا ام ملتيبلي بار سي كاري. اتونسيون ملي تنبغوا نخرجوا لينيرجي دو ليزون ديال النوايو، شكون هي دلتا ام؟ هي زد ملتيبلي بار لا ماس دان بروتون بلس ا موان زد فوا لا ماس ديال من دان نوترون موان كوا موان لا ماس ديال الكوبالت لو تو فوا سي كاري. شكون هي زد الكوبالت؟ هي 27. اذا غادي نضربوا هذه 27 في ام بي، غدير 60 ناقص 27 هي 33 مضروبه في ام ان ناقص ام الكوبالت في السي كاري. الا شفتوا لي دوني كاينه لا ماس ديال البروتون، كاينه لا ماس ديال النوترون، كلشي كاين في التمرين. وغادي تلاحظوا واحد المعطى كاين تمايا هو واحد او 931.494. يعني ملي غادي ديروا هاد لا سوم دي ماس غتخرج لكم هي شي حاجه في الاو ملتيبلي بار سي كاري. وشكون هي اف سي كاري؟ هذيك 931 فاصله، وغادي تلقاو لا فالور ديال او ال وغتعوضها هنا ونقص هذه وجيب لي دلتا او. يعني ان هنا اعطاكم علاقه باش تخرجوا لي الطاقه، ولكن حنا اش درنا منين مشينا نخدموا دلتا ام؟ هي لا سوم دي ماس دي برودوي مول لي رياكتيف حصلنا فيها، لان ما عندناش لا ماس دي اكس. ومنين مشينا نديروا الطريقه الثانيه لقينا وحده كاينه الاخرى ما كايناش، لقينا اشكال انك تاخذ الثانيه تمشي تحسبها هي الاولى وتعوض. تيبان ليا امور واضحه. استاذ. نعم استاذ. استاذ نقدروا مثلا هذيك او ال ديال هذيك اكس نجبدوا من ام ديال اكس ونمشيو نعوضوها في العلاقه ديال الام. ما كاين حتى شي مشكل، ممكن ديريها حتى هي ممكنه، ولكن الا تيبان ليا ما قارينش التمرين السؤال اش فيه؟ اعتمادا على طاقات الكتله لينيرجي دو ماس. على كل حال ممكن ديريها، ممكن ديريها. السؤال ما قبل السؤال الاخير رابعا، قراو السؤال الرابع، حاولوا تقراو السؤال مزيان، حاولوا تقراو السؤال مزيان. سر الله اش قالوا لي في السؤال الرابع؟ قال لي بان الكتله البدئيه للعينه المشعه، على من تيهضروا على العينه المشعه تيديو على الكوبالت، عطاونا لا ماس ديال البدئيه هي شحال؟ 50 كوا 50 ميليغرام. اش طلبوا ليا؟ نعتبر لحظه تسلم العينه، عندنا واحد العينه، يعني واحد الكميه ديال هذه الماده هذه، حنا شديناها في واحد اللحظه تي زيرو ايكالا زيرو، معنا بحال شديتي واحد القرعه بحال هكا فيها الكوبالت، ولكن الكتلة ديال المادة المشعة 50 ميليغرام. اش طلبوا ليا؟ نعتبر لحظة أعطى قياس النشاط الإشعاعي. خدينا دابا هاد العينة هادي، ولكن ماشي في اللحظة زيرو، خدينا في واحد اللحظة ماذا؟ تي أن، مشينا خرجنا لاكتيفيتي ديالها،
لقينا واحد لا فالور ا 1 اون كوا اون بكرل. هما يطلبوا لي ديمونطري واحد لا فورمول ديمونطري بان تي ا هي ثابته الزمن طو ملتيبلي بار كوا ال ان ديال ثابته افوغادرو ان ا فلاماس ديالها مدى ام 0 ديفيزي بار كوا فطو فلاماس مولير في مدى ا 1. العلاقه تكون شتوها. هذا النوع ديال التمارين تيبغي تتعامل معهم غير بشويه ديال المرونه. اقصد بالمرونه هي انك تشوف لي دوني وتعرف منين تدخل. انا منين تلقاهم تيكتبوا لي هنا اما ا وتيكتبوا لي تي او داكشي كاينه واحد لا رولاسيون تربيتو بين ا و تي كلشي عارفها. تنعرفوا بان نشاط العينه المشيعه نشاط العينه المشيعه هي لاكتيفيتي ديال واحد لي شونتيون عند واحد لا دات تي هي ا زيرو اكسبونونسييل كوا مو لامدا في تي. تري بيان. هذا الفيلم كله داير على تي هذه يعني هذه خصها تجبد. انت خصك دير هنا تي ان في طونسيون ملي درنا تي ان عندنا هنا ماذا ا واحد غتمشي لهنايا تردوا هذه ا واحد اذا غتولي ا ان تساوي ا زيرو اكسبونونسييل كوا مو لامدا تي ان عينك على تي واحد. كاين دابا اللي غادي يجي اش غيدير غادي يمشي يقول لي استاذ إذا بغينا نجبدو تي ان خصنا نحيدو ليكسبونونسييل كتبوا لي اش غديروا في الشط. يلا سيرفيو علي شط 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 كتبوا لي اش غديروا في الشط الدراري. غندخلوا ال ان اللي مشى فيكم يدخل ال ان مباشره ما غادي يجيب حتى شي حاجه. علاش؟ كاينه ا زيرو لا سكانه ما يمكنش دير ال ان مباشره غادي ترون خاصك تعزل هذه بعدا هي الاولانيه. يعني غادي تعطينا ليكسبونونسييل ديال مو لامدا فوا تي ان هي ا ان قسم على مدى ا زيرو عاد تتعزل وعاد غادي تدخل ال ان غادي تدخل ال ان هنا وزيد اوليدي ال ان هنايا. الوغ شكون هي ال ان ديال اكسبونونسييل مو لامدا تي هي مو لامدا في مدى في تي ان ايتيغال ال ان اونتر بارونتيز. دابا عينك عينك محمود أتبيل غادي نزيدو اكس او اكس بي. محمود خذ الميكروفون اوليدي. لا ديك راه قلتها قبيله الا قلت انا. شكرا الدراري. دابا قلت لكم انت خدام هنا وعينك هنايا. هاد هاد ا ان راه كاينه كاين عندي هنا ا ان كاينه هنا يعني هادي ما غاديش تقاس غنخلي انا ا ان خاص ا زيرو تحيد ا زيرو ملي تنجي نشوف انا هنا تتبان لي ام 0 و ان خاصك تكون عارف بان ا 0 هي لامدا ملتيبلي بار كوا ا 0 سيتادير ا 0 غطيرها غتولي داخله لامدا في لو نومبر ديال من ديال لو نوايو ديال العينه البدئيه لان هذه ترتبط بماذا ب 0. طول مولك ابري انا بغيت تي واحد غادي نعزلو من هنا لادات تي ان. ملي غادي نجي ندير هنا لادات تي ان غتعطيني تي ان هي ان سور لامدا ردوا البرا غادي ندير واحد الباساج شويه من شويه زربان لامدا في ان زيرو ديفيزي بار كوا ا واحد. دابا هنا هذاك ناقص حيدتو باش نحيد ناقص في لي ماتيماتيك تنشدو هذه تنقلبوها لان في المات لوغ دو ا سور بي هو موان لوغ ديال بي سيغ ا. انا اش درت قلبت هادو وعوض ما يولي داك الموان طار مع هذا وغتولي تي ان هي ان سيغ لامدا فاكتور. لامدا ما دايرهاش هنا ولكن شكون اللي داخل داخل اطو كلكم تتعرفوا لامدا هي ان سيغ طو اذا غتولي ان سيغ لامدا هادي هادي غادي تدخلوها هي طو فاكتور دو كوا ال ان. عاود ثاني لامدا ما كايناش هنا هادي غتحيدوها غتردوها ليا ماذا ان سور طو ها هي هذه مشات. شكون اللي بقات بقات ا ان ا ان هي هذه كاينه هنا شتو كاينه ا ان وكاينه ان سور طو. شكون اللي خصو يحيد خصها تحيد عدد النوا ماذا ان زيرو ولكن هاد لو نوبر دو نوايو ان زيرو اش دخلوا فيها هما دخلوا فيها ماذا لا ماس كوا ام زيرو دخلوا فيها ثابتة افوغادرو دخلوا فيها ماذا لا ماس مولير. شكون فينا اللي ما تيعرفش واحد لا فورمول في هاد الربعه هادو تنعرفوا بان لا كونتيتي دو ماتيير
هي لا ماس سيغ لا ماس مولير، هي النوبر دو نوايو سيغ لا كونستانت دافوغادرو. انت دابا المشكل فيك تي واحد واحد في ان زيرو، غادي نزيد ام زيرو ام زيرو، وغادي نجبد عدد النواة البدئي ان زيرو، غتعطينا ام زيرو فوا كوا ان ا قسم على جراند ام. سير اخويا دخلها هنا، شتوها ان زيرو، غتولي هي ام زيرو ملتيبلي باغ ان ا ديفيزي باغ لا ماس مولير، وهاد لا فورمول هي هادي. هادي اللي مهم هنا شكون هو، هو تكون ضبط لي فورمول. لي فورمول شكون هما؟ لي فورمول اللي عندنا كلشي تيعرفهم، ما كاينش اللي تقول لي استاذ راه ما تنعرفهم ما والو. هما ا زيرو ايتيغال ا كوا لامدا في ان زيرو، كلشي عارفها. عاود ثاني ا في واحد اللحظه تي هي لامدا فوا ان في واحد اللحظه تي، وحده اخرى ا ان دا اللحظه تي بحال لا دي زانتيغراسيون راديو اكتيف اكسبونونسييل مو لامدا تي، والعلاقه ديال بوتيت ام سيور غراند ام تساوي ان سيور كوا سيور ان ا، وتكمل التمرين ديالك. هذا امتحان علوم رياضيه ديال 2007 سهله، تيبان لي بان ما فيه حتى مشكل. قال لي احسن في الحساب رد البال، لان هنا عندك وليدي هنا بالبيكرال، لو بيكرال النظام العالمي، خاصك بيكرال لي ماس هنا هذه راه فيها الغرام، الاخرى خاصك دير ليها الغرام باش تختزل لو طون في السكوند النظام العالمي، وغتلقى تي في السكوند وتجبد الجواب ديالك. هنا باغي نطرح واحد السؤال، واحد السؤال غادي نزيد، لان هاد الاسئله دابا هما كاينين في الامتحان، داكشي اللي عطى الله هو هذا، ولكن انا باغي نزيد لكم واحد السؤال. اشنو هو السؤال هذا؟ وجدوا الوراق، وجدوا الوراق. في اللحظه تي ان، في اللحظه تي ان النشاط العينه المشعه هي ا واحد. قالوا لي دابا في واحد اللحظه تي دو النشاط العينه المشعه هو ا دو. مثلا مثلا عطوني لا فالور ديال هادي، هادي عطوني لا فالور ديالها، سير الله عطوني لا فالور ديال هادي ا ان كاينه، عطوني لا فالور ديال تي دو، قالوا لي احسب هادي. اذا تنعاود السؤال سندخلو شي واحد، يلا جايين سير ولدي. السؤال اللي عندي شنو هو؟ عندي لا فالور دو تي ان، وعندي لا فالور ديال ا ان بالبيكريل، عندي لا فالور دو تي دو، بغاو لا فالور د ا دو. غادي نعطيكم شحال ديال ثانيه، 10 ثواني الفكره. يلا كيما تنقول لكم الافكار، قلب على الفكره. ا زيرو ما عنديش السي اكرم، والله ما خزنت عليك استاذ. عندنا لامدا؟ لا واش عندنا، واش عندنا؟ وي وي ديما تتكون لامدا بنيتي، ديما كاينه عندنا تي ان دومي بيان سور تتكون لامدا، لان الماده المشعه عندها كاينه تي ان دومي ديالها ديما، اي ماده مشعه كاينه تي ان دومي. عافاكم اللي بغى يعطي الجواب ياخذ كلمه. يلا سير حركوا لي السيلو الله يرضي عليكم. سال الوقت، ما تكذبوش عليا. شكون فيكم اللي كان تفكر في القاعده الثلاثيه؟ يطلع لي يقول لي انا. يلا شكون فيكم اللي كان تفكر هادشي ما فيش الحشومه وعادي، هادشي عادي ما فيه لا حشومه لا جوج؟ شكون اللي كان تدور لي في الدماغ ديالو يدير القاعده الثلاثيه؟ غيدير هادي في هادي تساوي هادي في هادي. انا عرفتكم بان ما حتى الا كانت كلمه يقدر شي يقولها عادي ماشي مش صيفتها ليا في البريفي، ما تقولهاش قدام الناس وانا نسترك امام الله والعباد، ما كون هاني صيفتها ليا اون بريفي. قول لي انا استاذ والله ما نقول سميتك حشومه. شي تلامد هزين يديهم، الا كنتو نيت باغي تهضروا نعطيكم الميكروفون، الا ما كانش حيدوا يديكم عافاكم. كاين اتبيل وكاين حمزه السعداني، هادو هزين يديهم. اذا غير بقيتو هزين يديكم وصافي عجبكم الحال، ما كاين حتى مشكله سيدي من قبيله. شي واحد قال لي واقيلا بغى يهضر. اطوندي استاذ فكرت ولا المهم شي واحد قال لي كذا ما كذا. لا استاذ خذ الميكرو بنيتي، لا طفي الميكرو تنعطيك الكلمه، لان القسم التلامذ كثار لا يسمح بالكلام بدون اذن. غنمشي للجواب هنا. حاولوا سولتوني على ا زيرو مزيان، عندي العلاقه هي ا في واحد اللحظه تي،
هي أزيرو إكسبونونسيال موال لامدا في تي. أنا عرفتكم أش غديرو، غادي تمشي تقول لي أستاذ غادي نكتب أ أن هنا ونكتب أستاذ تي أن هنايا، طيب أستاذ غادي نعاودها من جديد غادي نديرها أستاذ أ دو، هي أزيرو إكسبونونسيال كوا موال لامدا تي، أستاذ مني غادي ندير هنا أ دو غادي ندير هنا تي دو، طيب مزيان. غتقول لي غنمشي للعلاقه الاولى نجبد ا0 نعوضها هنايا، كلام صحيح. انت دير واحد اللعيبه، قسم هذه على هذه، ملي غتقسم هذه على هذه اش غيوقع؟ غتولي عندك ا1 مقسومه على ماذا؟ على ا2، غتختزل ب ا0 غتولي اكسبونونسيال موال لامدا تي ان، هذه طلع الفوق غير الاشاره غدير ليها زائد لامدا فوا تي 2، وغتولي ا1 سور ا2 هي ا اكسبونونسيال تي 2. انا غادي نعمل بلامدا وسمحوا لي لامدا هنا كاينه بلس، اذا غتولي تي 2 موان تي 1، وغادي ندير جوده الوسطين طرفين ونجبد ا2. شحال مره في الامتحان الوطني تيديروا بحال هكا؟ حذاري من لا ريغل دو دروا، حذاري من القاعده الثلاثيه، وتيديروها ماشي غير بالا، يقدروا يديروها بعدد النواة نوبر دو نوايو. غيقول لكم في واحد اللحظه مثلا تي ان عدد النواة هو ان ان، وفي واحد اللحظه تي دو عدد النواة بيان سور المتبقي هو ان دو، نفس الميكانيزم. غادي ندير بان ان هي ماذا؟ ان زيرو اكسبونونسيال موال لامدا تي، وغادي ديروا الخدمه اللي درناها هنا بالا غديروها بالان، ان ان تي ان ان دو تي دو، وطحن مع راسك. هنا تنتكلم على الافكار كما تنقول لكم ديما، نناقش الافكار لزيدي. تمرين سهل ولكن غادي نلوح واحد السؤال اخر. بغيتكم الله يرضي عليكم تاخذوا الورقه، خذ الورقه وليدي، خذ الورقه، خذ الورقه. قالوا لي عندي واحد الماده مشعه اكس، من ماتير مشعه اكس، غير هذه الماده المشعه قالوا لي عند اللحظه تي ايكال صفر عدد النواة، عدد النواة سمعوا، عدد النواة البدئي ديالها هو تي هو ان زيرو. هما يقولوا لي عند اللحظة تي، عند اللحظة تي تساوي مثلا 20 ساعة، عدد النواة المتفتت، عدد النواة ديسباغي ديزانتيغري، ماشي كي غاس ديزانتيغري، هي 15 ان زيرو سور 16. السؤال كالكولي تي ان دي ورقة الوزن. التمرين خصك بعدا تفهمو مزيانا، تفهمو مزيان. عندي واحد المادة مشيعة، اون ماتيغ غادي اكتيف، لو نوبر دو نوايو انيسيال ان زيرو، ما تسولونيش لا فالو ما عنديش، ما عرفتش شحال، معلومة واحدة اللي كاينة. منين وصلنا لادات تي ايكال 20 ساعة، عطاوني واحد لانفورماسيون، قالوا لي بأن لو نوبر دو نوايو ديزانتيغري، ديزانتيغري تيساوي 15 ان زيرو سيغ 6. قال لي جبد تي ان دو، 30 ثانية للتفكير. انتهى الوقت، لان دابا الساعه الاولى مشات الزياده، باقي لينا تمارين اخرين. انا تنفضل في الحقيقه بغيت النقاش ولكن الوقت ما كاينش، ما كاين بس اللي عنده شي راي، يلا تفضلوا عطيونا شي واحد، يلا سير. بغيت شي واحد يتكلم، شكون اللي بغيت يتكلم يهز يديه؟ حمزه السعداني تفضل. حمزه استاذ نخدموا بداك الطابلو ديال تي اندامي. بيان مرحبا، بقى معايا سير. غادي نديرو داك الطابلو اللي وريت لكم تبارك الله عليك، غادي نجيو نديرو هنايا لو طون وتنديرو ان، بقى معايا حمزه. منين تنديرو زيرو هنا اش تنديرو هنايا؟ ان زيرو. سير اخويا اش تدير دابا هنا تي ان دو ميك؟ كتعطينا ان زيرو على جوج. سير الله يعطيك الرضا وليدي، زيد اولدي زيد جوج تي ان دو ميك، تي ان دو مي ان زيرو على ربعه، ان زيرو على ربعه، ثلاثه تي ان دو مي ان زيرو على ويس، ان زيرو على ويس. في الراي ديالك السي حمزه الى بقي غادي يسايق تلقى 15 ان زيرو ولا 16؟ لا
هي تاكلات تضحك هي تاكلات خاصنا طريقه اخرى السير. لا 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 شوف غتجبدها غادير واحد اللعيبه سير والله تجبدها بالله شتي دابا 15 ان 0 ل 16 والله الا لقيتيها في الجدول لان غتكون على 8 شويه على 16 شويه 32 64 وغادي باغي نسولك واحد السؤال اجي اش تتسمى العين هادي هادي ديزانتيغري ديال دي تتجاوبني ولا تتسول كنجاوبو السيد نومبر ديال واخا سيدي مرحبا سعيد اجي اجي ودي اجي ملي كنا نديرو التمارين انا عطيتكم ثلاثه د الرموز كاينه ان زيرو وكاينه ودي ان ليتي وكاينه ان بريم ليتي راه تنسمع الوراق تيدورو معنا راك تتقلب في الدفتر ما عليكش وقع عليك العفيريت شكون هي ان زيرو ان زيرو هي انيسيال ياك هي البدئيه نعم استاذ نعم خويا شكون هي ان ليتي هي المتبقيه وشكون هي ان بريم ليتي هي المتفدده ديزانتيغري مزيان هذه اللي كاينه في الجدول هنا شكون هي هذه ماشي ديزانتيغري هذه لو غاست هذه وقلتها لكم شحال وقلتها لكم شحال مره دابا ديك اللعبه ديال الجدول تيكون فيه لا كونتيتي كي غاست وانا عاطيك هنا ديزانتيغري معناش خاصك دير انت خاصكم الدراري كاملين تاخذوا هذه وغتمشيو تخرجوا نتوما ان لي تي اللي كاينه في الطابلو شكون ان لي تي هي لو غاست ببساطه الى تفتتت 15 على 16 ان زيرو شحال غادي يبقى السي حمزه قول شوف على الله واش تجيبها ديريكت لا ما عرفتش معليش واش عقلتوا على واحد العلاقه عطيتها لكم في القسم دائما ان زيرو تتساوي ان لي تي بليز ان بريم ماذا ان بريم لي تي عقلتي ولدي على هذه نعم طبقها يا خويا هنا الله يخليك جيب ان لي تي سير واش عطينا استاذ ان زيرو مو ان بريم دو تي هي ان زيرو مو ان كوا ان بريم لي تي خلي ان زيرو ما تقيسهاش حيد ان بريم لي تي راه هي اللي عطيتكم انا هنا هي 15 فوا كوا ان زيرو سير تي وحد المقامات الحاج اش عطينا 16 ان زيرو مو 15 وشنو هي 16 ناقص 15 هي ان زيرو على 6 مزيان انت الوقت اللي غادي تلقى لو نومبر دو نوايو كي غاست عاد غادي تمشي للطابلو كاينه 8 اذا باقا 15 هنايا من وراها يعني غتجيك هنا 4 ماذا تي ان دومي وغتعطينا ان زيرو سيغ 6 هاد ان زيرو سيغ 6 ها هي طلعت في الجدول نعم يعني بقى معايا في الخط يعني انا الى جيت دابا عطيتك عدد النواه كي غاست سميتها كي غاست سي الجدول سالم غانم بخير ولكن الا بغيت نصيدك نعطيك المتفتت ما تمشيش للطابلو ديريكت لا سير العلاقه ديالها سير راك فهمتي تبارك الله عليك لا مازال ما كملناش مازال سير خويا دابا 20 ساعه يلا شحال تي ان دو ماشي ضروري غير حمزه اللي يهضر الدراري اللي بغى يتكلم تفضل ماشي مشكل ما حدك حمزه غنشد الخط نبقى معك دابا هاد العدد اللي لقيتي انت هنايا هاد العدد اللي لقيتي هنا هاد العدد راه يقابل الزمن هو شحال هو 20 20 سنه معنى هاد لاكاز دابا اللي انت خدام بها هنا هاد لاكاز اللي خدام بها هاد الزمن دابا اللي كتبتي هنا راه هو 20 ساعه هو 20 ساعه شكون 20 ساعه هي 4 تي ان دومي غدوز الربع لتحت 20 على 4 هي سي تري بيان اذا غتعطينا تي ان دومي هي 20 على 4 اذا تي ان دومي هي شحال 5 السوايع تبارك الله يبارك كي جاك هذا السؤال هذا لي زوين فيلم الحوس واعره فيه الملحه فيه شويه ديال الملحه غاديا الدراري التمرين الاول سهل فوالا غادي نوقف لا تسجيل باش ندير